السلام عليكم طلاب، اليوم راح نتعلم شلون راح نرسم سيارة اللاند روفر ديسكفري، أو هو يعني بشكل عام أي سيارة نحتاج أن نرسمها. بالبداية نشوف الـ overall length، يعني الطول الكلي للسيارة. طول كلي للسيارة هذا مثل ما موجود 4 أمتار و84 سنتي. شغلنا إحنا كله بالمليم، كل وحدات المليم نشتغل. فيكون ما معنى 4840 ملليمتر. على مود أبدي أرسم السيارة، أفتح الصورة اللي بيها الأبعاد ببرنامج الصور، وأختار قص الصورة، هذا التولز اللي هو كروب. الخطوة اللي بعدها راح أبدي أقطع الصورة، أحتاج فقط السايد فيو حاليا، فأقلص السايد فيو ويا مماس الإطارات ومن أطراف السيارة، يعني الطرف الأمامي ويا الحافة الأمامية فرونت ممبر من الدعامية الأمامية والرير ممبر الدعامية الخلفية. أهم شيء هو مماس الدعامات الأمامية والخلفية. مماس الإطار القمارة مو مهم حاليا، اللي يهمني أكثر شيء هو طول السيارة بالضبط. فأنا أحتاج أنه أقص الصورة مع الدعامة الأمامية ومع الدعامة الخلفية، أحفظ الصورة. شنو أحتاج أني أحفظها؟ أحتاج أحفظها أنه هي عبارة عن سايد فيو، سايد فيو، فصارت عندي الصورة هسه باسم سايد فيو نفسها. الخطوة اللي بعدها أغلق هذا الرسم مالتي وأفتح السوليد ووركس. حاليا نفتح نافذة جديدة بارت، وراح آخذ الرايت بلين. من الرايت بلين راح ارسم خط على لا تحين، المهم يبدي من الاوريجينال بوينت، يتجه مثلا افق على سبيل المثال. هذا الخط، هذا الخط راح ارسمه وبعدين ارجع ادلته، بس لازم ارسمه، انه اذا ما رسمته من اروح للتولز سكيتش تولز راح اشوف انه ادراج الصوره راح يكون ما مفعل، فلازم ادرج الخط هذا. هسه حاليا اخذ الصوره اللي احنا قصيناها اللي هي سايد فيو، اتاكد من عدها، اضغط F، صارت على كامل الشاشة من بداية الى نهاية السيارة. هسه ممكن ارجع Ctrl Z عم نرجع اندو ما نحتاج. تحركة الصورة نحتاج المفروض ما تتحرك، لان هاي الشغلة كلش دقيقة، انها بدي ارسم هذا الخط. الخطوة اللي بعدها تولز سكيتش تولز سكيتش بيكتشر، اخذ السايد فيو راح تكون هاي المكان. هنا انا عندي المهم انه انتبه على هذا البعد، قبل ما اغير هذا البعد اللي هو يمثل لي العرض اللي يعني الاوفر اول لينث بحالتنا، هذا العرض للصورة اللي هو المفروض اكتبه 4840 على اعتبار انه السيارة طولها 4 أمتار و84 سنتيم، وهاي الوحدات عندك اكتبها بالمليم، فاذا هي 4840 ملليمتر. لازم انتبه، لازم اسوي هنا شنو لوك اسبيكت ريشيو، لازم اكون هنا تيك على مود يبقى محافظ لي على نسبة الارتفاع للطول ما تتغير عندي. بعد انه اكمل هذا اضغط موافق، هذا في حالة انه هذا ارسم لاند روفر ديسكفري. هسه هذا الخط ممكن امسحه، انقر عليه واقول له ديليت، انقر خارج واضغط اف، صار عندي هذا الرسم. هسه هذا الرسم المفروض طوله 4840. اريد اتاكد قبل ما ابلش بالرسم، يعني احتمال ابلش بالرسم بعدين تطلع الابعاد مو صحيحة، فاختبار جدا بسيط، ارسم خط من بداية الدعامة الامامية لي نهاية الدعامة الخلفية. بس هذا مو كلش دقيق، احنا مجرد رسم، اذا طلع بحدود ال 4480 العفو 840 فهو شغلنا صحيح. 4825 احنا ما سوينا زوم
ولا اخذنا غيره، فاذا مبدئيا شغل مالتنا صحيح. فراح نسوي له ديليت، راح نبدي نشتغل. حاليا من اريد اشتغل، الخطوة الاولى ممكن هنا أنا استخدم اكثر من طريقة. ممكن واحدة من الطرق استخدم بيها رسم سكيجات مختلفة، اللي يكون واحد من عندهم بالمنتصف، واحد على الجانب الايمن، واحد على الجانب الايسر، واسوي لوفت. ممكن اسوي رسم مبسط بدون هاي التفاصيل، هم ممكن. فعلى مود نبدي بالشيء الابسط، راح اخذ وكانما انا عندي ماكو تقوس بالزجاج الاماميه، ماكو تقوس بالبنيت. لو كان هذا الشكل، شنو الطريقه اللي ارسم بيها؟ او ممكن اخذ بنظر الاعتبار هذه الاختلافات. خلنا ناخذ الشيء الابسط حاليا، مع الوقت ممكن اعلمكم الشغلات اللي اقوى. الشيء اللي ابسط، خلينا نرسم، ممكن نرسم الاطارات. هسه حاليا اريد ارسم الاطار، ممكن اسوي الاكسترود حاليا، ممكن بعدين اسوي الاكسترود، بس انا احتاج ارسم السكيتش كامل وبعدين استفاد من الخطوط اللي انا احتاجها. من السيركل ما اختار السنتر ونقطة على المحيط، اختار الثري بوينتس اللي هي هذه بريمتر سيركل. ليش؟ انا ما اعرف وين مكان المركز من هذه الدائرة بالضبط. اختار ثلاث نقاط على المحيط، هاي نقطة على المحيط، هذه نقطة على المحيط، وهذه نقطة على المحيط. اختاريت ثلاث نقاط على المحيط، حددتهم، رسمت عندي دائرة. اجي اشيك الدائرة، هسه هذه شقد قطرها؟ اتأكد من عندها. هسه هذه عبارة عن 750، هذه 750 قطر الدائرة. هسه الدائرة اللي بالخلف اللي هي تمثل الإطار الخلفي المفروض نفس الشيء. فأجي أني أرسم ثلاث نقاط على المحيط، هذه نقطة، هذه نقطة، وهذه نقطة. هسه هذه نفس الحالة، لازم شقد 750 يكون رقمها، اللي هو أقرب رقم صحيح. الخطوة اللي بعدها ممكن أرسم الويل. الويل ممكن ارسم واحد من عندهم وانقله للثاني، لانه يعني بديت اعرف انا المركز وين، تحدد عندي المركز مال الدوائر، فاغير الدائره الى الدائره اللي بيها مركز. هذا مركز الدائره وهذا هو الاطار، يعني الويل، خلينا نقول هذا مكانه. حاليا احدد ايش قد اسوي من هنا، مثلا 520، هذا 520 هو الويل. الويل بي تفاصيل ممكن ارسمها، ممكن ما ارسمها. خلينا نتفق انه احنا حاليا راح نرسم هاي التفاصيل، اللي هي واحدة من التفاصيل هذه الدائرة. خلينا نفترض يعني هاي بيها ميلان، خلينا نتوقف لهنا، كلش كافي. الدائرة اللي بعدها خلينا تكون من هذه. الخطوة اللي بعدها انا عندي احتاج ارسم دائرة هنا. هاي الدائرة مجرد اخذ من عندها مماسات واصعد بشكل عمودي. راح نشوف استخدامهم بالنهاية، اطلع من عندها النقشة مال الويل بشكل سهل. استخدم الترم، اقطع هاي الاجزاء اللي انا ما احتاجها. كل اللي احتاجه حاليا هو هذا الخط، هذه الخط. ممكن تكون اكبر، ممكن تكون اصغر، يعني احنا هنا ما جديتها بالضبط كخطوط. راح احدد مركز الدوران، او العفو هنا احدد الاجزاء اللي انا اريدها تتدور. مكان هذه كثير، هذه المكان هنا. هنا احتاج كم قطعة من عندها؟ 360 درجة equal spacing 5 قطع، فصارت 5 قطع. انطر موافق، صار هذا شكل الويل. ممكن اكمله، وبعد ما اكمله انقله، واللي يمكن هي الطريقة شوي الافضل. فنخلي هنا trim، هذا المكان ما احتاجه، هذا المكان ما احتاجه، واكمل باقي الخطوط اللي عندي.
بعد عندي هذا الخط ايضا ما احتاجه وهذا الخط ما احتاجه، او ممكن بعدين استفاد من عنده بطريقة او باخرى. حاليا على الاقل ما احتاجه، ممكن هذا الغيه بهذا الشكل. الخطوة اللي بعدها ممكن اسوي فيلت. الفيلت اريد مثلا على سبيل المثال 10، هذا يكون 10 ما بين هذا وهذا يكون 10 واستمر. هسه هنا انا حددت هاي مجموعة الفيلت اللي خلينا نقول هي تعتبر هذه الاوتر، بعد امامنا الانر. هسه كملت هذا الاوتر على سبيل المثال، راح انطي موافق. الانر بدل ما 10 خلينا نجرب 20 ونشوف احتاج اغير او ما اغير. هاي 20 ممكن اغيرها الى 30 مثلا، ممكن فرح اغير الى 30، اخذ هذا الاتجاه اكمل هذا الاتجاه، بعدها اخذ الاتجاه الثاني اكمل على الاتجاه الثاني. ممكن انطي موافق. تقريبا اكتمل عندي الويل. ممكن يكون اكو فد كاب بالوسط اللي بي عادة الماركة مال السيارة او غيره، ممكن يكون بهذا الشكل. الخطوة اللي بعدها احتاج هاي التفاصيل كلها انقلها للويل الامامي. هاي التفاصيل احتاج انقلها، فمن اريد انقلها لازم اخذ هنا مثلا move entities اكو، من المثلث اكو copy entities. فمن يقول لي select copy entities انا ممكن اسوي select كل هذه الخطوط، استثنيت اني فقط الخط الخارجي، خليت جزء من عنده خارج الويندو، فحقول له from to، فاختار هذه النقطة from وهذه to. صار هنا مشكلة، نعيدها، ما صار يعاز بشكل صحيح. نرجع مومو، ناخذ الكوبي انتيتيز، نسوي الويندو بهالشكل بحيث فقط جزء من الاطار الخارجي هو ما صار بي سيلكت. الحمد لله فروم تو، هذه نقرنا هنا، نختار هذه النقطة اللي هي المركز، نختار هاي النقطة اللي هي المركز. فهسه تكرر عندي انا الويل بالمقدمة وبالمؤخرة. بعدها ممكن اسوي كوبي لكل الخطوط، يعني على سبيل المثال انا اجي للزجاجة الامامية اللي هي الفرونت ويند شو، هذا خط اطلع بشكل مستقيم، اجي لهذا الجزء من القمارة ايضا يكون بشكل مستقيم، بعدين اجي اسوي تريم لهذا وتريم لهذا. هنا انا عندي فلت، اجرب الفلت، راح اخذ هذه القطعه مع هذه القطعه، ابدي اغير بي الى ان اوصل للماتشنج بينه وبين القوس اللي تم استخدامه اصلا. هنا هذا تقريبا اوكي، هسه هذا تمام، راح اقول له موافق. استمر بنفس الاسلوب نفس المنهج هذا. هذا هنا عندنا كأنما راكات، ما راح ارسمهم، راح ارسم فقط القمارة الاصلية. فالقمارة الاصلية اللي هو هذا مكانها، هذا مكان القمارة الاصلية. ارجع احتاج هاي الانحناء اللي صايرة بالقمارة، ممكن اسوي لها فلت. الفلت حاليا خلنا ناخذها 10 وازيد بالتدريج يكون افضل، يعني اذا انطيت رقم اكثر من حد المقرر ما راح يشتغل. فكملنا اول فلت، الفلت الثاني راح يكون هنا، راح يكون اوضح اكبر، كان يكون بهالشكل هذا، وانطي موافق. وراح استنسخ كل الخطوط اللي انا احتاجها. هنا انا عندي سمول سبويلر، ممكن اختار سبلاين وارسمه، ممكن اختار مجموعة خطوط وارسم هذا الشكل.
هنا انا اني حر بي. خلي نشوف مثلا سبلاين هنا شو راح يصير. انا عندي هذه نقطة 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 مثلا، فصار عندي هذا الشكل. هذا الجزء انا ما عاجبني، هذا الشكل مو صحيح. فيفترض هنا اللي يصير هو كالتالي، حرسم هنا خط يمشي مستقيم، انطي هنا اكستين لهذا، واحاول ادمج هذا الخط مع هذا الخط بطريقة ثانية. خلي الدمج يمكن بطريقة ثانية هواي افضل، هذا الخط بهذا الخط بهالشكل افضل، ما احتاج هذا حتى. نسوي تريم للخطوط اللي يعني ما احتاجها، اللي من ضمنها هذه الخطوط. اي تريم لهذا، بالضبط بهالشكل هذا مثلا. اوكي هسه هذا من هنا مقبول، ممكن اسوي له فلت، ممكن اتركه بهالشكل هذا، مو مفيد مشكله. هذا الجزء يغطي جزء من الرقم مو على كل الرقم، فممكن هاي تكون إضافة بعدين، ممكن انه نستغلها من البداية، ممكن انه نأجلها لخطوة ثانية. 3 point arc راح اختار هذه نقطة على سبيل المثال تمثل لي البداية، هاي النقطة تمثل لي النهاية، وهذا مثلا يمثل لي هذا الشكل. اختار مثلا دعامية الخلفية، دعامية الخلفية تبدي من هذا المكان، تتجه بهذا الاتجاه، تنزل بهذا الشكل، تتحرك بهالشكل، بعدين بهذا الشكل وبهذا الشكل، وبعدين عندنا يجي الرفرف والتدويرة مالته. قبل ما استمر هنا أنا مثلا انا عندي فيلت ما بين هذا وهذا، ما اخذه لاعتبار انه الار حجمه كلش كبير، فممكن هسه ياخذه، اخذ هسه بشكل صحيح. هذه الأربعين، بعدين ناخذ ما بين هذا وهذا، ممكن انه نزيد، ممكن انه نتابع بنفس المقدار، بعدين ممكن انه نستمر بهاي الخطوات، ممكن نغير بعض الامور، ممكن نحافظ على البقية. نكمل الرسم من الامام على سبيل المثال. هنا انا حاليا راح استخدم 3 point arc، هذا هذه نقطة هذه نقطة هذه نقطة. بعد اكمل عندي خطوط، مثلا هذا خط على سبيل المثال، هنا انا ما راح يشتغل عندي خط مستقيم، لازم اخذ 3 point arc اللي هو هاي نقطة هذه نقطة وهذه نقطة. الخطوة اللي بعدها راح يبدي عندي هنا شباك السيارة واللايت، خلينا نمثلهم بهذا الشكل، هذا هو اللايت والشباك، وينغلقون بهذا الشكل مبدئيا. بتفاصيل بسيطة نحاول انه نعدل عليه، التفاصيل البسيطة انه انا عندي اللايت يكمل بهذا المكان تقريبا، انا عندي بجزء يكون دائري هنا يبين على شكل بيضوي، هاي التفاصيل اللي كلش دقيقة ما احتاج يعني ادقق بها كلش هواي، انه هاي ما راح تفرق عندي. التفاصيل الاساسية هي المهمة اللي عندي، هاي تفاصيل الشباك مهم عندي. هنا ايضا تفاصيل الشباك بهالشكل هذا ايضا مهمة، ممكن يكون هذا مائل من الاسفل، اعتقد نفس الشيء نحتاج نرجع نسويه نفس الطريقة. راح اختار انه كوبي بيست واكرر نفس العمل هذا. هنا أنا ممكن انه اخذه بهالشكل واخذه مائل بهذه الطريقة. بعدها ممكن اسوي تريم، هنا أنا التريم راح يكون لهذا الخط وهذا الخط، اسوي تريم لهذا، اسوي تريم لهذا، هذا الخط ممكن اني اقيسه واكرره، وممكن استنسخه، ممكن اقلده بشكل بسيط واخلص من هذا بهالشكل هذا، واسوي تريم لهذا الخط وهذا الخط. هاي التفاصيل البسيطة ممكن انه الواحد يعني يتفنن بيها بشكل او باخر. هسه احنا عندنا هنا كانما اكو درع اضافي بالسيارة، واكو دعامة اصلية، فاحنا راح ناخذ كانما
الدعامة مع الدرع كامل بهالشكل هذا. عندنا بعد من ضمن الخطوط الخط اللي يمتد من هنا، عندي بعد هذا الخط 3 point arc افضل، اللي هو هذا الخط اللي تقريبا بهذا المكان وهذا هو. وعندي خط مستقيم راح يكون من هذا المكان الى هذا المكان مثلا. راح اجي هنا راح اخذ الفليت ما بين هذا الخط وهذا الخط بهذا الشكل، صحيح اوكي خلصنا. بعدين ما بين هذا الخط وهذا الخط احتاج اكبر من هذا المقدار، صار بهالشكل صحيح، فانطيني موافق. عندي حفر هنا اخذ الحفر اللي هو تقريبا يشبه الحفر اللي موجود بالشباك الاصلي، احاول اقلل الشكل مالته، المتبقي اسوي له ترم. اكمل بعد الرفارف مال السيارة، احاول ارسم القوس يعني بالبداية، اتوقع يعني ممكن يكون من بدايته هاي نهايته تقريبا، وهذا هو القوس تقريبا، واكمل الاطراف مالته اما خطوط مستقيمة اما ايضا اقواس. هنا الواحد يقدر يزيد الدقة، ممكن يخفف من الدقة على حساب السرعة. هاي مجموعة من التفاصيل اللي موجودة اللي ممكن انه نستفاد منها. عندنا هذا القوس ممكن نرسمه اللي هو هذا مثلا، هذه بدايته هذه نهايته، هذا التقوس مالته على سبيل المثال. عندنا بعد خط اللي هو يمثل لي هاي النقطة بدايتها هاي النقطة نهايتها، وهذا هو التقوس مثلا. هاي الخطوط اجي اشتغلها مثلا، هذه نقطة هذه نقطة، هذه هنا ما راح يصير بشكل، هذا مو صحيح، لازم يشتغل بشكل ادق اللي هو راح يكون منا ارسم لهذه النقطة، هم راح يكون بشكل صحيح. فاحاول ارسم حتى لو اكثر من قطعة، يعني من هذه المنطقة الى هذه المنطقة على سبيل المثال بهالشكل هذا، هم حقق عندي الشكل اللي انا اريده. راح ارجع اخذ مكان ثاني كأن يكون هاي النقطة الى هذه النقطة وارسم هذا القوس. الخطوة اللي بعدها اختار هذه النقطة انا عندي مثلا، وهذه نقطة وهذه النقطة، ممكن حاليا اسوي ترم لهذا القوس اتخلص من عنده، هذا ما يسبب لي مشكلة. بعد عندي هذا خط المستقيم يكون بهذا الاتجاه مو ذاك الاتجاه اللي اشتغلناه اول شيء، او ممكن اتراجع عنه شوي، اختاره باسلوب بحيث ينطيني بالضبط هذا المسار. هسه اسوي ترم لهاي الخطوط اللي ما احتاجها، هذا من انا لازم اسوي له اكستند بهذا الاتجاه، اكمل بالاتجاه الثاني كأن يكون 3 point arc اللي هو ما بين هاي وهذا وهذا، اكمل بهذا الاتجاه نفس الحالة، يعني عندي مثلا هذا الخط هذا وهذا، بعدين اقفل هذا الشكل بهذا الخط واكمل هاي التفاصيل اذا يعني كان ضروري اكمال هاي التفاصيل، فممكن اكمل هاي التفاصيل. نفس الحالة هنا انا عندي هاي التقوسات، ممكن اخذ التقوس الاول راح يكون من هذه النقطة لهذه النقطة وهذا القوس مالته، وعندي من هذه النقطة إلى هذه النقطة
وهذا هو التقوس. وعندي من هذه النقطة إلى هذه النقطة وهذا التقوس، وأكمل باقي التفاصيل اللي أنا أحتاجها، كأن يكون عندي هذا الخط، عندي هذا الخط، عندي هذا. أستمر بالتفاصيل المتبقية اللي هي مثلا أنا عندي هنا هذا الإند بوينت بهذا المكان، يتجي بهذا الاتجاه إلى أن يتوصل هنا. ليه ثاني رسمنا تقريبا تفاصيله الأساسية، على الأقل الأوت لاين كله تقريبا كملنا على أقل تقريبا. هنا راح أتوقف، أعتبر إنه هذه المحاضرة الأولى تعلمت من عليها شلون تقصون الصورة، تقصوا على طول السيارة، شلون ننزلها نحدد طول السيارة، وبعدين راح ننسخ عليها الخطوط. هسا نعتبر البارت 1 خلينا نقول شلون أبدي بالسيارة. تتعلمون هاي الخطوات، انزل البارت 2 ونكمل ونتسلسل بالشغل مالتنا. شكرا جزيلا.